قضية فلسطين. تقع فلسطين في غربي قارة آسيا، وتشكل مزيجاً من عناصر الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وتتميز الأرض الفلسطينية بأنها معبراً للحركات التجارية، وكان هذا الموقع محط أنظار الطامعين للسيطرة عليه والاستفادة من مزاياه. في عام 1896 ميلادية، أصدر الصحفي اليهودي النمساوي ثيودور هيرتزل كتابه الدولة اليهودية، ودعا إلى مؤتمر بال في سويسرا عام 1797 ميلادية، وقرر فيه إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية واختيار فلسطين لتكون وطناً قومياً لليهود. وفي عام 1917 ميلادية أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر بيلفور وعده المشؤوم بمنح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. فاندلعت ثورات كثيرة، منها ثورة القسام عام 1935 ميلادية، والثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى 1939 ميلادية. في عام 1947 ميلادية أصدرت الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين وإنهاء الانتداب البريطاني عليها، وقسمت فلسطين بموجب هذا القرار إلى ثلاث مناطق: دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية تشمل القدس. وفي عام 1948 ميلادية أعلن اليهود قيام دولتهم إسرائيل.